كاسرات كل قواعد الحياد، دخلت مواقع التواصل الاجتماعي طوعا إلى قلب الحرب في أوكرانيا بسن قيود ورفع أخرى. من ذلك مثلا قررت شركة جوجل الأمريكية إيقاف جميع الإعلانات في روسيا بصفة مؤقتة، بما في ذلك التسويق على شبكة البحث والشبكة الإعلانية. وعلق موقع يوتيوب ومتجر جوجل بلاي جميع خدمات الدفع في روسيا بما في ذلك الاشتراكات. بدوره أعلن تطبيق تيك توك تعليق البث المباشر وإمكانية تحميل ونشر مقاطع مصورة جديدة على منصته في روسيا. وأيضا سمحت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس أب باستخدام الدعوة إلى العنف ضد بوتين والجنود الروس. وأوضح موقع فيسبوك أنه قرر استثناء الخطاب المناهض للقوات الروسية في أوكرانيا من قواعد الحظر. من جانبها أعلنت روسيا أنها ستلاحق شركة ميتا قانونيا بسبب دعوات لقتل مواطنين روس. شركة تويتر هي الأخرى فرضت قيودا على دخول الروس إلى منصتها، وتتهم روسيا منصات التواصل الاجتماعي بفرض رقابة مشددة على المحتوى الذي يروج وجهة نظرها. وللوقوف عند كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ينضم وتأثيرها في هذه الحرب، ينضم إلينا من دبي الصحفي محمود غزيل، مدرب على التواصل الاجتماعي. أهلا بك أستاذ محمود معنا إلى هذه التغطية المستمرة مع قناة الحدث. يعني كان هناك من المعروف أن هناك مسلمات وقواعد لضبط يعني هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، لا خطاب للتمييز العنصري، لا خطاب للعنف، لا خطاب للكراهية. فجأة يعني نرى بأن هذه الحرب أطاحت بكل هذه المسلمات. نعم طبعا، يعني بالنهاية نحن ما لازم ننسى بأنه هذه المنصات هي تعمل على الأرض الأمريكية وتعمل وفقا للأنظمة الأمريكية، وبالتالي عندها مصالح أمريكية يجب أن تراعيها. والمصلحة الأمريكية حالياً هي دعم أوكرانيا عسكرياً ومعنوياً ومن بينها الشعب نفسه. فهون نحن صرنا عم نشوف هذه المنصات الأمريكية كيف عم تسمح نوعاً ما أو عم تحد نوعاً ما بطريقة محاولة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة المتعلقة بالصراع داخل أوكرانيا وبالغزو الروسي لها، وأيضاً من خلال نوعاً ما يعني التلاعب بالروايات الموجودة على الإنترنت من خلال كتب جهة معينة من الأصوات وتكبيرة وتضخيم نوع ثاني من الأصوات على هذه المنصة. يعني بأبرز مثال نحن شفناه كيف فيسبوك عدلت من خوارزميتها من ناحية تتعلق بمجموعة أزوف اللي هي كانت تعتبر مجموعة متطرفة إرهابية، ودخلت لائحة سوداء لفيسبوك إلى جانب داعش وكوكلاكس كلان الأمريكية، كيف اليوم سمحت بأنه يصير في نشر لمحتواها ولكن حطت بعض القيود يعني لحفظ ماء الوجه. وبالتالي هل نستطيع القول بأنها متحيزة وهي لا تحافظ على الحياد المطلوب من الوسائل الإعلامية في هكذا حرب أو في يعني في هكذا أزمات؟ طبعا ما في أي نوع من الحياد بهذه الطريقة اللي عم تطرح فيها منصات التواصل، يعني تسمح لها المحتوى ينشر. وطبعا فينا نحن نشوف المقياس بالمكيالين لما يكون في النزاع الفلسطيني كيف تتحرك هذه المنصات التواصل، وكيف لما يكون النزاع أوكراني وأمريكي كيف تتحرك بالناحية الثانية. فهيدا بيفرجي كيف الفلتان وحسب يعني الآراء داخل الإدارة الأمريكية وإدارة فيسبوك كيف بده يحركوا الرواية العامة حسب المجريات اللي عم نشوفها. بعد يعني أن تنتهي هذه الحرب، هل برأيك ستعود ضوابط يعني الضوابط والمسلمات المعمول بها في هذه الشبكات؟ باعتقادي نعم ستعود إلى ما كانت عليه، لأنه الأمور يعني لابد أن ترجع إلى طبيعتها، وحيرجع القيود على المنشورات الموجودة على الانترنت من بينها فيسبوك ومنصات أخرى. خصوصا نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار بأنه الكونتنت مودريشن اللي هي إدارة المحتوى ليست طريقة أوتوماتيكية 100%، وبالتالي تقع على عاتق أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يعني هو إعلام موجه ألا تزعزع ثقة يعني المتابع وثقة يعني المستخدم؟
طبعا هيدي وحده من وجهات النظر، بانه هون عم يصير في تغليب راي على راي اخر، ولكن ما لازم ننسى بانه منصات التواصل الاجتماعي هي متهمه بشكل دائم بانها منصات لنشر المعلومات المغلوطه والمضلله، وشفنا خلال السنوات السابقه كيف يتم استغلال هذه المنصات من قبل جهات ومجموعات ومن بينها اداره موسكو والاداره الروسيه. فطبعا هن عم ياخذوا رده فعل معينه، ولكن لازم يكون في طرق اخرى. يعني نحن ما انا مني شخصيا من محبذي كتم الاصوات المعارضه، ولكن توضيح للراي العام ليش هون نحن نتحدث عن الموضوعيه. يعني هنا استاذ محمود. نعم طبعا الموضوعيه نحن ما بدنا ننسى، يعني يجب على الراي العام يعرف بانه مش كل المعلومات الصحيحه موجوده على فيسبوك او على تويتر او غيرها من المنصات. المعلومات الأساسية بتكون عبر وسائل الإعلام والتقارير الموجودة. هناك اتهام لهذه المنصات يعني بالازدواجية، ازدواجية المعايير فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وفي ما يتعلق بالتعامل مع يعني الحروب التي تخص الغرب. ما الذي يمكن أن يقال في ذلك يعني بطريقة مختصرة؟ نعم طبعا شفنا حاليا شركة ميتا فيسبوك كيف تسمح بالعبارات يلي فيها تتهم الإدارة الروسية والجيش الروسي بأنهم غزاة وأرهابيون وغيرها من الكلمات والتعبير، يلي أصغر وحدة من هالكلمات يتم حجبها إذا يتم التعلق بالمحتوى الفلسطيني أو المحتوى العربي تحت مزاعم بأنه هذه إرهابية وهذه خطيرة. فهون نحن بنشوف كيف غياب الموضوعية من قبل هذه المنصات، ولكن أيضا نحن ما ننسى بأنه يعني الميزان هون بيكون الأساس عم يلعب بأنه من يدير هذه الحرب الإعلامية عبر المنصات الأمريكية بشكل خاص. نشكرك على كل هذه التوضيحات التي تفضلت بها معنا من دبي، الصحفي محمود غزيل مدرب على التواصل الاجتماعي. شكرا لك. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة مع قناة الحدث حول العملية الروسية على أوكرانيا.